السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة والطالبات، طالبات وطلاب مدرسة تبارك الخاصة. معكم اليوم إن شاء الله عطية عمر، مدرس الفيزياء الأحادي مدرسة تبارك الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطالبات والطلبة، طالبات وطلاب الصف الثاني عشر مادة الفيزياء. في الفيديو ده إن شاء الله بنتكلم عن الطبيعة الموجية للمادة. الموضوع ده بيرجع لعالم فرنسي اسمه لويس دي برولي، اللي هي كانت خطرت على باله الفكرة ده هي لما ظهرت عدة شواهد كتيرة قوي عن الإلكترون، ما كانش يعني مش متسقة مع قوانين الفيزياء أو عن إن الإلكترون عبارة عن كتلة بس زي ما هو معروف عنه. ولذلك اقترح هذا العالم إن أو افترض إن يكون للإلكترون طبيعة موجية، أو للمادة بصفة عامة طبيعة موجية بالإضافة إلى الطبيعة المادية اللي هو سمي فيما بعد بالطبيعة المزدوجة للإلكترون. تمام؟ وقال زي احنا ما افترضنا ان الضوء اللي هو موجات كهرومغناطيسية كان احيانا بيسلك سلوك المادة، واحيانا كان بيكون للفوتون كمية تحرك زي ما ظهر هذا جليا في ظاهرة كومبتون، تمام، وظاهرة الانبعاث الكهروضوئي، تمام، كان الالكترون او كان الفوتون بالاحرى بيمتلك كمية تحرك. فالراجل ده هو بيقول طيب ليه ما يكونش للإلكترون وما شابه للجسيمات الصغيرة ده هي أيضا طبيعة مزدوجة وأحيانا تسلك سلوك الموجة. تمام؟ إذا لما يجي يسألني يقول لي فسر افتراض العالم الفرنسي لويس دي برولي فكرة الطبيعة الثنائية أو المزدوجة للجسيم، فهنا هو بنقول له لأنه إذا كان الضوء يسلك سلوكا موجيا أحيانا وجسيميا أحيانا أخرى، فقد يكون الجسيمات الذرية مثل الإلكترونات وغيرها من الأجسام المادية خصائص موجية أيضا. طيب لويس دي برولي هنا هو بيقول خد نفس المعادلة اللي هي كانت استخدمت في ظاهرة كومبتون اللي هي بي تساوي اتش على لامدا بي اللي هي كمية التحرك بتاعة الفوتون، ولامدا اللي هي الطول الموجي، واللي اتش اللي هو ثابت بلانك، خدها هي وقال طيب خلاص يبقى هو ده الجسيم اللي عندنا، البي ده هي اللي هي ام في كمية تحركه، ولامدا لو جبناها لوحدها في طرف يبقى اتش على ام ايه؟ اتش على ام في، ويبقى الام هنا اللي هي كتلة الجسيم، والفي اللي هي سرعته، والاتش اللي هو ثابت بلانك، ونقدر نطلع منها لو عندي اي جسم عنده كتلته وعنده سرعته بالتعويض في المعادلة دهية اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب الطول الموجي المصاحب او المرافق اللي هي بتسمى موجة دي برولي او الموجة المرافقة او الموجة المادية. تمام؟ ده بالنسبة لطريقة حساب موجة دي برولي. طيب بيقول لي هنا هو الخصائص الموجية للأجسام مهملة، يقصد هنا الأجسام الكبيرة اللي احنا بنتعامل معاها، يعني رغم ان احنا على سبيل المثال او الشحنة وهي بتتحرك او اي شيء متحرك، اي جسيم مادة، اي جسم مادي متحرك بيمتلك او بترافقه موجة تسمى الموجة المرافقة او الموجة المادية، تمام، اللي قلنا حسابها بالطريقة اللي احنا شفناها في الشريحة اللي فاتت، الا ان الاجسام اللي زينا كده بس يعني حصروا موضوع الموجات المرافقة دهيت، حصروها بس في الجسيمات الصغيرة اللي هي زي الالكترون والنيترون والبروتون، الاجسام المتناهية في الصغر دي بس. طب ليه الاجسام الكبيرة ملهاش يعني لا تصاحبها موجة؟ يعني لا تصاحبها، ولكن هنا لو انت تفتكر اهو تشوف معايا مرة تانية، لامدا تساوي اتش على ام في، فالام هنا في الاجسام اللي احنا بنتعامل معاها الاجسام الكبيره، الام كبيره قوي، فهيكون الطول الموجي صغير قوي بحيث ان يصعب ملاحظه كثير من خواص الموجه، دراسه الخواص الموجيه، تمام،
هيصعب دراسة زي التداخل والحيود تحديدا في الحالة ديت، هيستحيل ملاحظة التداخل والحيود اللي هم أي أهم خاصيتين من خصائص الموجات، وبالتالي فإن هو أهملوا الخصائص الموجية للأجسام الكبيرة. يبقى هنا ممكن أقول له إن هيكون الطول الموجي قصير جدا، أو أقول له الإجابة ده هي كاملة، لأن الطول الموجي يكون من الصغر بحيث لا يمكن قياسها أو ملاحظتها، وبالتالي فإن سلوكها الموجي مثل التداخل والحيود لا يمكن ملاحظته لأن الكتلة هتكون كبيرة، أو أكتفي بهذا الحد وأقول له إن الطول الموجي هيكون صغير جدا. تمام؟ طيب فسر يمكن دراسة السؤال التاني اللي هو يعني طب إذا كانت الجسيمات العادية أو الأجسام العادية الخصائص الموجية ليها أو اللي هي يعني موجة دبولي لها مهملة يعني مش ذات أهمية، تمام، فليه الجسيمات اللي زي الإلكترونات تمام الصغيرة ديت هيكون ليه بنركز عليها في دراسة الموجات المادية؟ ليه؟ لأن كتلتها الصغيرة هتكسبها طول موجي كبير، تمام، كبير نسبيا يعني، تمام، ولما يبقى كبير نسبيا نقدر نلاحظ الظواهر اللي هي زي الايه زي التداخل والحيود. طيب لما يجي هو طبعا ازاي هم طبعا الطبيعه الموجيه للالكترون او الطبيعه المزدوجه للالكترون، تم اثبات ذلك عمليا باكثر من بحاجتين، يعني هنا في تجربتين بالاحرى تم عملهم، الاولى عن طريق عالمين واحد اسمه دافيسون وجيرمير، تجربه حاسمه عندما قام بانتزاع الالكترونات من سطح معدن ولاحظ ان الالكترونات تتحرك على شكل ايه نبضات زي اللي هي زي الموجات بالضبط. التجربه اللي كانت اللي هي الاكثر حسما دي تجربه قام بها العالم تومسون، تمام، جاب مصعد مشحون بشحنه موجبه كبيره بالالاف وخلاه يجذب الالكترونات من فتيله كده اهو، تمام، والالكترونات ده هي اسقطت على غشاء رقيق في فتحات صغيره يعني، وبعد الغشاء ده هو استقبلت هذه الالكترونات على لوح فوتوغرافي، فطبعا كانت النتيجه الحاسمه لوحظ على الشاشه نفس اللي هو شكل الحيود، سموها تجربه حيود الالكترونات، تمام، نفس حيود للالكترونات دايبت على شكل دوائر اهيت وكانها موجه، طبعا المسافه بين كل ايه بين كل خطين من دول اللي هو الطول الايه الطول الموجي، تمام، اللي هو الشكل ده اللي شوهد على الشاشه ده بعد التكبير طبعا، لكن ده بيكون شكل من الواقع يعني، تمام، هنا هو طبعا فده ثبت بما لا يدع مجال للشك ان الالكترونات دهيت لها وجه اخر وانها احيانا بتتعامل على انها موجات. في وقت لاحق اظهرت التجارب ان البروتونات، يعني هي في الاول التجارب دي اتعملت على الالكترونات لكن بعد كده عملوها على البروتونات والنيوترونات، واتضح قدروا فعلا ان هم يلاحظوا خصائص موجيه لهذه الجسيمات. فهنا هو تم اثبات عمليا بما لا يدع مجال للشك ان هذه الجسيمات لها طبيعه مزدوجه او ترافقها موجات. تفسير دي برولي لمدارات بوف اللي هي المدارات بتاعت الذرة، تمام، المدارات ده هي الراجل ده هو العالم دي برولي ما سكتش لحد كده وقال الالكترون وهو بيتحرك في المدار بتاعه، تمام، ما حدش عارف هو بيبقى موجة ولا جسيم ولا الاتنين مع بعض، المهم ان جزء كبير من سلوكه اثناء دورانه في المدار بتاعه بيبقى عبارة عن موجة. مش بس كده، ده بيقول وهو بيدوب في المضاف، تمام، لازم يكون طول محيط المضاف اللي هو 2 باي ار 2 باي نق، يعني طول المحيط مش المضاف ده هو لحد بوف كان بيفترض ان المضاف ده ايري يعني، فطول المحيط بتاع الدايره اللي هو 2 باي ار اللي هو 2 باي نق، تمام، لازم يساوي عدد صحيح من الاطوال الموجيه، يعني على سبيل المثال المضاف الاول طول موجي واحد لان ان بتساوي ايه واحد، ويبقى 2 باي ار في المضاف الاول 1 لمضه، في المضاف الثاني المضاف ده هو 2 لامدا اهو، شوفوا يا جماعه ادي كده من هنا لحد هنا ده طول موجي، وادي كمان ده وده طول ايه موجي، موجه موقوفه طبعا. في المضاف الثالث ها 2 باي ار يساوي 3 لامدا اهو، واحد ادي كده طول موجي، ادي كده 2 ده نص طول موجي يا جماعه، ده نص طول موجي كده، واحد طول موجي كده، واحد طول موجي كده، واحد طول موجي، تمام، يبقى 3 طول محيط المضاف يساوي 3 لمضة في المضاف الايه التالت، بيقول ان طول محيط المضاف
يساوي ان لامدا، ان ده عدد صحيح من الاطوال الموجيه، هيبدا بالواحد وينتهي عند ما لا نهايه. اهو شوفوا المضارب الاول عباره عن طول موجي واحد، ادي واحد، ادي ده نص طول موجي اهو. طيب والمضارب الثالث، ادي واحد او ادي واحد اتنين تلاته، تلات موجات او تلات اطوال موجيه. لو عدينا ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، اربع اطوال موجيه. لا يمكن ان نحصل على نمط مستقر الا اذا كانت حركه الموجات عباره عن نمط متكامل من الموجات الموقوف. وقياسا على ذلك فإن مدار الإلكترون افتراضا هو محيط دائرة، تمام، تحتوي على صحيح من الأطوال الايه الموجية، عدد صحيح الكلام اللي احنا قلناه. طيب نشوف إذا كان الإلكترون، السؤال ده بيقول إذا كان إلكترون ذرة الهيدروجين بيدور حول نواته بكمية تحرك زاوية مقدارها 4.2 ضرب 10 أس سالب 34 كيلو جرام متر تربيع على الثانية، احسب طول موجة ديبرولي المصاحبة له. مديني كمية التحرك الزاوية، تمام، وعايز طول موجة ديبرولي اللي هي لامدا. طيب طول موجة ديبرولي انا هجيبها ازاي؟ ما هو احنا عندنا طول موجة ديبرولي اللي هي لامدا، تمام، ما هو انا عندي 2 باي ار ان بيساوي ان لامدا، ف 2 باي ار ان انا ما اعرفش اصلا الار ان بكام، لان ما اعرفش رقم المدار كام. لو عرفت رقم المدار اقدر اجيب رقم من رقم المدار، تمام، اقدر اجيب الار ان، ار 1 في الان تربيع اللي هي حسابات بور، تمام. فهو الاول هنحسب ايه؟ هنحسب الان. طبعا عندنا كميه التحرك الزاوي، ده الفرض الثاني البور، كميه التحرك الزاوي يساوي ان اتش على 2 باي، بيديني طبعا المعادله، نعم بيديها لي طبعا في الايه؟ في الثوابت، تمام. الان هنا اهوت بالضرب التبادلي هتساوي 2 باي في الرقم ده هوت على اتش، اهو الرقم ده زي ما هو في 2 باي اهوت، الباي من الحسابه شيفت باي او 3.14 على اتش اللي هي 6.63 في 10 اس سالب 34، طلع المضارب الرابع، تمام. بما انه المضارب الرابع اذا اقدر اجيب نصف القطر اللي هو ار 1 في الان تربيع اللي هو 4 اس 2 في 0.529 ضرب 10 اس سالب 10، طبعا ده الار 1 يا جماعه، ده قيمته بيديها لي في الثوابت، تمام، اللي هو قيمه الار 1 او المضارب الاول لذره الهيدروجين. طلع لنا الار ان 8.464 في 10 اس سالب 10 متر، تمام، او من غير ال 10 اس سالب 10 نقدر نقول لو انا عايز يعني احول لنانومتر، زي ما انتم عارفين ازاي بحول لنانومتر، اقسم على 10 ها اس سالب 9، تمام، زي ما بحول العكس من نانومتر للمتر بضرب في 10 اس سالب 9، من متر لنانومتر اقسم على 10 اس سالب 9. طيب هنا خلاص عرفنا، نقدر بقى نطبق المعادله اللي قلنا عليها اللي هي 2 باي ار 4، تمام، يساوي ان لامدا، من هنا اجيب لامدا ضرب تبادلي تنزل الان في المقام، اهو لامدا تساوي 2 باي في الرقم ده اللي هو الار 4 اللي احنا اللي هو ده اللي احنا لسه جايبينه هناك اللي هي 8.464 في 10 اس سالب 10، تمام، على 4 يساوي 1.33 ها ضرب 10 اس سالب 9 متر. ده الطول الموجي المصاحب للالكترون او طول موجة ديبرولي او الموجة المرافقة. نشوف مسألة تانية، بيقول لي تم تسريع الكترون من الثقوب داخل انبوب التفريغ الغازي تحت تأثير فرق الجهد بين المهبط والمصعد حتى اصبحت السرعة كام؟ 1.5 في 10 أس 7 متر على الثانية، فتم الحصول على نمط الحيود للإلكترونات على شاشة فسفورية كما في الشكل، ده نمط الحيود اللي هو شافوه على الشاشة. احسب طول موجة ديبرولي المصاحبة للإلكترون، عايز لامدا. طيب ما هي طول موجة ديبرولي من عندي، أنا لو عندي السرعة ممكن على طول أحسبها بطريقة تانية، لامدا تساوي اتش على ام في، تمام؟ لامدا تساوي اتش على ام في،
تمام. ممكن واحد يقول له استاذ طب ليه ما جبتهاش مثلا بالطريقه اللي انت لسه جايب بيها 2 باي ار ان يساوي ان لندا، اقول له لا ده ما تنفعش لان ده هناك وهو الالكترون بيدوب في المدار. اما دي طريقه عامه، لو انا عرفت السرعه في المدار او في غير المدار هو هنا في انبوب التفريغ الغازي، ما ينفعش اجيب بالطريقه الثانيه. لكن لندا دي طريقه عامه، اتش على ام بي لاي جسم حتى وهو بيدوب في المدار يطلع نفس الرقم لو جبنا السرعه وعوضنا بيه. تمام. يبقى لندا هتساوي ها اتش اللي هو 6.63 في 10 اس سالب 34 على كتله الالكترون 9.1 او 9.11 ضرب 10 اس سالب 31 ضرب 1.5 في 10 اس 7، بيطلع لنا لندا اللي هي 4.86 في 10 اس سالب 11 متر. لو انا عايزها بالنانو متر قلنا بنحول ازاي؟ بنقسم على 10 اس سالب 9. بيقول لي عند زيادة سرعة الإلكترونات ماذا تتوقع أن يصبح نمط الحيود للإلكترونات من الأنماط التالية؟ زود السرعة، زود السرعة هو. طيب لما يزود السرعة المفترض إيه اللي يحصل للطول الموجي، يزيد ولا يقل؟ تمام. هنا الطول الموجي قل، هنا الطول الموجي زاد اللي هي المسافة بين الخطوط، مش كده ولا لا؟ طيب المفترض انا لما ازود السرعه هي علاقه عكسيه، شوف لامدا سواء اتش على ام، لما تزيد السرعه يقوم يقل الطول الايه الموجي، علشان كده طبعا يبقى هي الاجابه ايه. طيب بيقول لي يوضح الشكل المقابل الاطوال الموجيه المصاحبه لالكترون ذره الهيدروجين في مدارها، علل لا تظهر الطبيعه الموجيه للجسيمات بوضوح في عالم الاجسام الكبيره. اتوقع جاوبنا على السؤال ده من شويه، لأن طول الموجة هيكون قصير جدا ومن ثم لا يمكن ملاحظة الخصائص الموجية. طب بيقول لي كمان هو عايز رقم المدار، طب تعالوا نشوف رقم المدار كده، تعالوا نحسب. ادي 1 2 3 4 5، احنا كنا بادئين من هنا يا جماعة، يبقى المدار المدار الخامس. أتمنى من الله تعالى إن أنا أكون وفقنا النهاردة وفي فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من الدرس يا أعزائي الطلبة والطالبات، وإن شاء الله بتلاقوا الواجبات بتاعة الدرس ده هوت على الموديل بإذن الله تعالى، وفي حلقات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.